بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة حل المحافظات اللي بدأناها لسنة تالتة اعدادي الترم التاني علوم. بس لو سمحتوا في الاول هطلب منك واطلب منك انكم تضغطوا لايك للفيديو علشان ينتشر لاكبر عدد من زمايلكم والكل يستفاد. ويلا بينا كده نبدأ يا حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل العبارات الاتية: رقم 1، يوصل الأميتر في الدائرة الكهربية على نقط. طبعا الأميتر طالما لمحت كلمة أميتر يبقى بيوصل على التوالي. يعني ايه توالي يا مستر؟ يعني بيبقى حتة من الدائرة. بيبقى حتة منين من الدائرة؟ نكتب الإجابة، يبقى إذن على التوالي. تمام. عندي بعد كده رقم 2، يجي يقول لك تنتج الأعمدة الكهربية تيار النقط. طبعا الأعمدة الكهربية بتنتج تيار مستمر، تيار كهربائي ايه؟ مستمر، اهو مستمر. تمام. عندي بعد كده رقم 3، نقط هي الصفات القابلة للانتقال من جيل لآخر. قابلة للانتقال، يبقى على طول ديت الصفات الوراثية. يبقى الصفات الايه؟ الوراثية. طب يبقى هنا هنقول له بقى الصفات، هتقول لي قبلها كلمة الصفات الوراثية. تمام. عندي بعد كده رقم 4، نقط يتركب كيميائيا من حمض نووي يسمى دي ان ايه، مندمجا مع بروتين وانت مغمض، هتقول له الكروموسوم. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده رقم ب، يقول لك اختر من العمود ب ما يناسب العمود ايه. التعادل هو تضخم الغدة؟ لا، تضخم الغدة لا، هو تفاعل الحمض مع القلوي لتكون ملح وماء. صح. يبقى اذا رقم 1 هتبقى برقم 3. رقم 2، سرعة التفاعل الكيميائي، هنقول له هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن. يبقى رقم 2 برقم 5. رقم 3، الاستروجين. الاستروجين هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى. رقم 4، الجويتر البسيط، هو تضخم الغدة الدرقية والعنق كمان بسبب نقص إفراز هرمون الثيروكسين. كده تمام. يبقى إذا رقم 4 برقم 1. عندي بعد كده رقم ج، يقول لك احسب فرق الجهد بين طرفي مكنسة كهربائية مقاومتها 22 اوم وشدة التيار المر فيها 10 امبير. طب يلا نلخص المسألة بتاعتنا واحدة واحدة يا مستر. أول حاجة هو بيقول لك احسب ايه؟ بيقول لك احسب فرق الجهد. يبقى هنيجي هنا نعمل ج بيساوي مش مدهن، نعملها مش كده. طب مقاومتها 22 اوم، اوم دي اللي هي وحدة قياس المقاومة، أجي أعمل مين بيساوي وأكتب له 22 اوم. قال لي شدة التيار المر فيه 10 أمبير، أمبير ده اللي هو شدة التيار، يبقى ت بيساوي 10 أمبير. جميل. أنت عايز إيه؟ جيم. يبقى القانون بتاع فرق الجهد جد والشغل كبره، يبقى جيم بيساوي الشغل على كمية الكهربية. بيساوي الشغل بكام؟ ماشي، جد والشغل كبره. هو مديك هنا في التلخيص مديك جيم؟ لأ. مديك كاف؟ برضه لأ. جيم هيساوي ميم في ت، خلي بالك، بيساوي، يلا عوض ميم اهي ب22 في ت اهي ب10، اللي هو يديك كام؟ 220 فولت. 220 فولت، اه ماشي كده، اللي هي لان فرق الجهد بالفولت، يبقى اداني 220 فولت. كده انا جبت ج. طب يبقى اذا خلاص، يبقى هي طالما مديني مقاومه وشده التيار هنشتغل بقى في القانون ده. يبقى اذا القانون ده ما عادش له لزوم. ماشي تمام. طب يبقى اذا كده تمام، يبقى المساله كده اتحلت اهي في خطوه واحده. طيب عندي بعد كده رقم 2، يجي يقول لك اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، التفاعلات الكيميائية التي يتفكك فيها المركب بالحرارة إلى مكونات، والبسيطة يتفكك فيها المركب بالحرارة، يبقى دي وانت مغمض تفاعلات الانحلال الحراري. رقم 2، عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر. تكتسب، يبقى دي على طول وانت مغمض، اللي هيكتسب ده هيكون اللي في الزيت. اللي في الزيت ده عامل مؤكسدة، يبقى بيحصل لها عملية اختزال، يبقى ده هنقول له عملية الاختزال. رقم 3، كمية الشحنات المتدفقة خلال مقطع موصل في زمن قدره 1 ثانية. طالما لمحت في التعريف زمن يبقى ده على طول شدة التيار الكهربي. عندي بعد كده رقم 4، وحدة قياس الإشعاع الممتصة، نقول له هي السفرت اللي رمزها اس في. عندي بعد كده رقم ب، يقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم 1، متسلسلة النشاط الكيميائي هي ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تصاعديا حسب درجة نشاط الكيمياء. غلط، هي تنازلية مش تصاعدية. رقم 2، الجينات أجزاء من الدي إن إيه موجودة في سيتوبلازم الخلية. الجينات هي أجزاء من الدي إن إيه ماشي وموجودة في سيتوبلازم؟ لأ، هي موجودة في نواة الخلية، يبقى إذا غلط. عندي بعد كده رقم 3، من الصفات المتنحية وجود غمازات بالوجه.
لا، هي وجود الغمازات دي صفات سائدة، يبقى إذن برضه هتبقى غلط. عندي بعد كده رقم 4، التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. صح. عندي بعد كده يجي يقول لك رقم جيم، يقول لك لديك 4 أعمدة كهربية متماثلة، القوة الدفع الكهربية لكل منها 1.5 فولت، وضح بالرسم فقط كيفية توصيلها معا للحصول على بطارية القوة الدفع الكهربية لها 4.5 فولت. طب انا عندي 4 عواميد كل واحد عامل 1.5 فولت. طيب 1.5 و1.5 يبقى 3، 1.5 و1.5 3 يبقى 3 و3 6. المفروض انا لو هوصلهم كلهم على التوالي يديك 6، اللي هو هيديك الطلب التاني. يبقى احنا هنجيب له الطلب التاني بالتوالي كله. طب الطلب الاولاني عشان يطلعوا له 4.5، يبقى انا هعمل ايه؟ لو عملنا 2 توازي هيخرجوا لي ب1.5. خلاص كده. طيب 1.5 وكمان معاك 3، يبقى 1.5 و3 هيديك 4.5 الطلب الأولاني. يبقى إذا هما هيبقوا 2 توازي و2 توالي. يبقى الطريقة عندك هنا هيبقى 2 توازي و2 توالي، اللي هما هيبقوا بالشكل ده كده. بص معايا كده بالراحة، انت عندك عشان احصل على 4.5 فولت من 4 عواميد هنعملهم كده. ادي كده 2 توازي اهم، قصير طويل قصير طويل، اجمع السالب مع بعضه وهنا اجمع الموجب مع بعضه، واروح جاي عامل معاهم 2 توالي كمان اهو. خلاص. يبقى ده كده 1.5 وده كده 1.5، يخرجوا بقيمة 1.5 اهو، وده كده 1.5 وده كده 1.5. يبقى هنا 1.5 دول كده خرجوا بقيمة 1.5، زائد 1.5 كمان 1.5 اللي هو 3. صح. يبقى 1 3 و1.5 اللي هيديك 4.5 فولت. كده انا جبت الطلب الاولاني حققته له. طب يلا نجيب الطلب التاني، هو عايزهم 6 وهم 4 عواميد، يبقى الطريقة اللي تنفع هنا كلهم يبقوا توالي، قصير طويل قصير طويل قصير طويل قصير طويل. اخرج يا باشا بطرف سالب، اخرج يا باشا بطرف موجب، ماشي. وصل وصل وصل. يبقى هنا 1.5، هنا 1.5، هنا 1.5، هنا 1.5، دول كلهم نون في قفل العمود الواحد. يبقى هنا 4 في 1.5 يديك 6 فولت. ماشي كده. تمام يا مستر، كده المسألة بتكون اتحل. طيب عندي بعد كده رقم 3، يجي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، وحدة قياس الشحنات الكهربية هي الأمبير ولا الكولوم ولا الفولت. انت عندك الشحنة الكهربية ديت وحدة قياسها الكولوم، اما الأمبير كان وحدة قياس شدة التيار، الفولت وحدة قياس فرق الجهد. يبقى اذا الشحنة الكهربية هتبقى بالكولوم. طيب عندي بعد كده رقم 2، اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعي بواسطة العالم، هنقول له طبعا هنا ريبي كوريل. عندك بعد كده رقم 3، يوجد أسفل المخ غدة صغيرة في حجم الحمصة تسمى الغدة، هنقول له الغدة النخامية. عندي بعد كده رقم 4، هرمون نقط يحفز تخزين سكر الجلوكوز في الكبد، اللي بيخلي السكر يتخزن في الكبد ده هرمون الأنسولين. نكمل. طيب عندي بعد كده رقم بي، يقول لك من التفاعل الذي أمامك حدد كل من العامل المؤكسد والمختزل. طبعا ده H2 زائد CuO سام عليه حرارة يديك Cu زائد H2O. هنا العامل المختزل اللي ما بيبقاش معاه أكسجين، اللي مش معاه أكسجين هنا ال H2، يبقى إذا هو ده العامل المختزل. العامل المؤكسد اللي بيبقى معاه أكسجين، مين اللي معاه أكسجين في المتفاعلات؟ هو CuO. يبقى إذا ال CuO هو ده العامل المؤكسد اللي هو أكسيد النحاس، والعامل المختزل قلنا هيبقى الهيدروجين. عندي بعد كده رقم 2، أكمل المخطط المقابل الذي يوضح التلقيح بين نبات بازلاء أبيض الأزهار وآخر أحمر الأزهار هجين. يبقى واحد أبيض الأزهار، طبعا لون الزهور الأبيض ده صفة متنحية، والأحمر ده سائد، بس هنا الأحمر هجين، يبقى هيبقوا العوامل مش شكل بعضها، هيبقوا مختلفين زي الحالة دي كده. يبقى أركبت الأرسمو يتزوج مع أرسمو الأرسمو، العوامل انعزلت. يبقى هنا بقى بترقمهم كده 1 2 3 4. يبقى هنا 1 3 فاداك اركبتال ارسمول اللي هو عمل لك اول واحد، بعد كده 1 مع 4 يبقى اركبتال مع ارسمول برضو، بعد كده 2 مع 3 يبقى ارسمول مع ارسمول هنا، واخيرا 2 مع 4 اللي هي ارسمول ارسمول اللي هو عملها لك. خلاص. طيب رقم جيم، موضح بمعادلة رمزية موزونة تفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف مع ذكر نوع التفاعل. طبعا ده تفاعل احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف، ده نوع التفاعل، وطبعا نوع تفاعلات احلال بسيط. خلاص. طيب تعالى يلا نكتب المعادلة. المعادلة عندك اللي هي بتبقى بالشكل ده يا مستر، الخرسين اللي هو ZN
زائد الحمض اللي هو HCl 2HCl يديك دايل مخفف، يديك ZnCl2 اللي هو كلوريد الخرسان زائد ده ملح زائد H2 تصاعد اللي هو تصاعد غاز الهيدروجين، مش كده؟ طيب تمام نكمل. عندي بعد كده يجي يقول لك صوب ما تحت خط. رقم واحد، المركبات الأيونية تكون تفاعلاتها أبطأ من المركبات التساهمية، لا هي أسرع من. رقم اتنين، تفاعلات الإحلال البسيط بين محاليل الأملاح تكون مصحوبة بتكوين راسب، اللي بتكون مصحوبة بتكوين راسب محلول ملح مع محلول ملح زي مثلا عندك كلوريد الصوديوم ونترات الفضة، عندك ده بنسميه تفاعلات إحلال مزدوج مش إحلال بسيط. رقم ثلاثة، في المولد الكهربي تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، لا المولد بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. رقم أربعة، التغيرات الوراثية هي التغيرات التي تطرأ على الكائن الحي ذاته نتيجة التعرض للإشعاعات، لا اللي بتطرأ على الكائن الحي نتيجة التعرض للإشعاعات دي بنسميها تغيرات بدنية، تغيرات بدنية. عندي بعد كده رقم ب، يقول لك ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب. نقط، هي فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي عندما تكون الدائرة الكهربائية مفتوحة وانت مغمض، طالما الدائرة مفتوحة يبقى دي اسمها القوة الدافعة الكهربية. رقم اتنين، هي الممانعة التي يلقاها التيار أثناء سريانه في الموصل أو أثناء مروره في الموصل، دي على طول وانت مغمض دي المقاومة الكهربية. رقم تلاتة، نقط، هي الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول، دي الصفة السائدة. رقم أربعة، يسمى القانون الأول لمندل بقانون نقط، القانون الأول اسمه قانون انعزال العوامل. رقم جيم بي، يقول لك بما تفسر تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المواد المتفاعلة، هنقول له لأنه كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة يزيد عدد الجزيئات وبالتالي يزداد عدد التصادمات وبالتالي تزيد سرعة التفاعل الكيميائي. تاني كده بالراحة، يبقى هنقول له لأنه، اكتب ورا الإجابة، بزيادة التركيز يزداد عدد الجزيئات، الجزيئات هتزيد خلاص، وبالتالي لما تزيد الجزيئات يزداد عدد التصادمات هيطقشوا في بعض وبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. تمام طيب كده بنكون خلصنا حل المحافظة، استنونا في حل باقي المحافظات. ما تنساش زر اللايك لو سمحت، فجر لي زر اللايك ده وفجر لي زر اللايك ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش فيها. كان معكم مستر ابراهيم السيد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.